السلام عليكم ومرحبا بكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. نتمنى ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. قبل ما نبداو راح نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما راكم تشوفوا رايحين نديروا البوراك. البوراك نديروه بشكلين، وراح نشوفوا كيفاش نخدموا الشكل تاع المثلث بلا ما نديروا الماء والفرينة. وراح تشوفوا معايا كيفاش نخدموا الشكل ويجينا الشكل مثلث على ميزان واحد، ولا يجونا كاع نفس الشكل. وكما قلت لكم راح نديروها بزوج حشوات. الحشوة الاولى نديروها بصدر تاع الدنت اشي، والحشوة الثانية راح نديروها بالطون. راح نبداو في الحشوة الاولى. حكمت انايا كما قلت لكم صدر تاع الدنت كنت ارحيته، درت فيه الثوم، الملح، فلفل اسود، زنجبيل والملح والعصره تاع القارص، وراني نقلي فيهم في شويه زيت وزبده. ودائما كي تبغوا ترحيو تكسوا الدنت اشي ولا صدر تاع الدجاج، ايسيو باش في لاشوا غديو شويه ماء مع شويه زيت، راح يتخدم لكم مليح ويجينا ليس. هذه لاسيس ايسيو كيفاش تعتمدوها، راح يجيكم بزاف شباب. المهم انا بعد اللي كنت قليته في الزيت والزبده حطيته ابجي ونفس المقله، واش راح ندير فيها؟ ورايحين نخدموا البيشاميل. شوفوا معايا انا هنايا راح نخدم كميه قليله، المغرف ما عمرتهاش بزاف. المغرف تاع الزبده راح نذوبها شويه ونزيد عليها مغرف فرينه ماشي معمره ممسوحه، كما قلت لكم على حساب الكميه. اذا كانت عندك كميه كبيره ديري مغرفه معمره مع زبده، مغرفه تاع زبده عفوا تكون معمره. المهم راح نحكم انايا نقلي هذيك الفرينه مع هذيك الزبده، نقليها مليح حتى اللي تروح لنا هذيك البنه تاع الفرينه. وهنا المقله راه فيها كنا قلينا فيها الدن، راح تكون عندها بنه. المهم شوفوا هنايا بعد اللي ذابت معانا، هنايا حكمت نص كاس تاع ماء ودرت فيه نص بو تاع ياغورت ناتشور. عندك هنا الحليب استعمل الحليب، عندك لا كريم فريش ديري لا كريم فريش. وهذه الطريقه راح تستغني على لا كريم فريش، راح تجينا بنه بزاف شابه. هنا بالمعروف راني نسي هذاك الياغورت ناتشور باش نذوبو شويه. المهم نقص شويه على النار ونبدا نخلط. هنا يسيي باش تخلطي باش ما يتبركش معنا هذيك الفرينه. وهنايا نكونوا كما نعرفوا، هنايا كما قلت لكم درت نص بو تاع ياغورت مع نص كاس تاع ماء. هنايا راح يعوض لنا الحليب ويعوض لنا لا كريم فريش. المهم نبدا نخلط انا في هذيك البيشاميل باش ما تتبركش معنا كما قلت لكم، ما ديرناش هذوك لي كريمو. نزيد عليها الملح والفلفل الاسود. هنا الملح ما نكثروش باسكو الدنت راه فيه الملح. هذا الشكل راح نخلطها. شوفوا هنايا بدات لا بيشاميل تثقل معانا. وهذه الوصفه صدقوني تاع البوراك تجي بزاف شابه وتجينا زاكيه. شوفوا هنا بعد اللي تخدمت معنا البيشاميل ولات لنا كومين كريم، راح نزيد عليها هذاك الصدر تاع الدند اللي كنا قليناه، راح نخلطها معاها ونزيد عليها لي غونديل تاع الزيتون. حكمت انا الزيتون ورايح نقطعو ونديرو على هاد الحشوه، راح يعطينا بنه بزاف شابه. هنا كنت طفيت النار ونبدا نقطع كيما قلت لكم في الزيتون بهذا الشكل، راح يعطيها بنه بزاف شابه. كيما نعرفو الزيتون يتماشى مع اللحوم البيضاء. رايح نخلط كامل ونطفي كيما قلت لكم، راني مطفيه هنا على النار ونخليوها تبرد. وقبل هذا راح نزيد عليها فرماج رابي. انا ديت هنا كميه تاع فرماج رابي ونسي باش نخلط كامل المكونات. هنا تقدري تستعملي فرماج بلون ولا الفرماج الابيض، كل وحده واش عندها ولا ميم بورسيون تقدري ديريه. رايحين نشكلوا البوراك تاعنا. هنا تبعوني رايحين نديروا طريقه كيفاش رايحين نخدموا مثلثات تاع البوراك وتجينا وحده قد على قد بعضهم، ما تجيناش وحده كبيره وحده صغيره، يجونا حجم واحد. هنايا انا الخبزه تاع البوراك نقسمها على زوج كما نعرفوا المثلثات نقسموا الحبه على زوج، صافي نص دائره. كل خبزه تاع بوراك راح تنحي لنا زوج حبات بوراك. انا استعملت بوراك تاع العائله يجي بزاف شباب. نسي نحل الخبزه الثانيه، نسي باش نسيباري
الخبزة تاع البورة كل واحدة وحدها، ونقطع على اثنين بهذا الشكل، كسوة بالمقص ولا بالموس، بيان سيغ المقص تاع الكوزينة. وريحة نغطي البورك اللي بقى باش ما ينشفش ويبدا يتفتت معانا. شوفوا هنايا كيفاش راحين نشكلوها. توجور كي تخدمي البورك الجهه الليس ولا الملسه ديريها جهتك، ونقيسيو الجهه اللي قطعناها نديروها في الجهه اليمنى، والجهه العاديه اللي مدوره نديروها في الجهه اليسرى. وبهذا الشكل نشكلوا المثلث. كنت اثنيت النص دائره على اثنين، وندير المثلث وندوره بهذا الشكل. شوفوا معايا، شوفوا الحبه كيفاش تجي على قد الحبه الاخرى. راح نعاود معكم حبه باسكو كنت نشرح لكم. كما قلت لكم توجور الجهه الليس نديروها مقابلتنا، نديرو كميه من الحشو، نثنيو الحبه على اثنين نص دائره، ونبدا نشكلو بالمثلث ونبداو ندوره بهذا الشكل. وفي الاخير نثنيو لافان هذه، ونقيسيو ندخلوها الداخل في وسط الحبه بهذا الشكل، وراح تعطينا مثلث يكون بيان فيني. شوفوا هنا الحبات يجو الحبه قد اختها، يجو شكل واحد. نعاود معكم حبه واحده اخرى هنايا للمبتدئات، نحطوا الحشو كما قلت لكم توجور في الجهه اللي تكون ليس. نثنيو الحبه نص دائره على اثنين، ونديرو مثلث ونبداو ندورو من جهة الاخرى، وفي لافان في الاخير نثنيوها بهذا الشكل، ونقيسيو ندخلوها في الجهة تاع المثلث، وراحين يعطينا حبات بيان فيني ويجو على حبة. شوفوا معايا بهذا الشكل، نخليوهم بجهة، وراحين نخدمو تاع لي سيكار. هنايا نص دائرة توجور راح ندير الجهة الاعلى هي اللي قطعناها، ندي كمية من الحشو ونقيسيو نسقموها كشغل ان سيكار بهذا الشكل، ونبداو نحطو بهذا الشكل ونلويوها ولا ندوروها، راح يعطينا ان سيكار يكون مقاد. نعاود ندير كمية من الحشو بهذا الشكل، نقيسيو نخدم ان سيكار ونخدمهم على شكل واحد وندورو. وكما قلت لكم انا ما نستعمل ني فرينه ني ما ني والو، لا بيض وراح يلصقوا معنا. وهنايا كانت عندي الطون وديت معها الفرماج فرماج بلون، ودرت معها فرماج رابي والزيتون، وزدت عليها بطاطا كنت مطيبتها من قبل نحيتها وزدتها على الحشو، ورايحه نعمر بهم لي سيكار. هنايا كنت استعملت الطون تاع الطوماطيش ولا تاع طون طوماط، وكما قلت لكم درت عليهم الفرماج فرماج بلون فرماج رابي الزيتون والبطاطا. نحط الحشو في الوسط، وراح نخدم لي سيكار بهذا الشكل ونلويهم، راح يعطينا شكل بزاف شباب، ويكون شكل ايسيو باش كي نخدمو شكل نديرو الحبه قد اختها باش تعطينا منظر يكون شباب. نكمل انا معكم. نعاود نديرو كيما قلت لكم نحطوها في الوسط ونغطيوها من الجهتين ونلويو، وراح نحط الحبات على الجهه اللي مفتوحه باش ما تعاودش تتفتح معنا. وانايا البورك ما نقليهاش، نحب نديرو في الكوشه ولا في الفوغ. حكمت سنيوه ونبدا نبانسي في حبات البورك بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا، وتوجور الجهه اللي غلقنا بها نخليوها من التحت باش تلصق معنا كي طيب، ماشي راح تفتح معنا البورك. وهنايا البورك يسيو باش تخدموا بالفورماج اللي ما يسيح لكمش باش يقعد شاد لا فورم تاعو ما يخرج لكمش في الفوغ ولا كي تقليوه. هنايا كل واحد واش يحب، حبيتي تقليها قليه، حبيتي ديريها في الفوغ ديريها في الفوغ. وانايا كونتر الزيت باسكو قد ما تنشفي ماش راح ينشف معاك. الوغ انا نحب نديرو في الفوغ، نسخن الفوغ بيان ومن بعد نقصلو ونخليه يتحمر، واشاك فوا نبدا نقلب فيه باش ما يتحركش معانا. نكمل انا كامل حبات ندهنهم بالزيت كيما قلت لكم، وراني مسخنه الفوغ تاعي وراح نديرهم في الفوغ باش يطيبوا.
وفي الاخير راح ندير لكم التدبيره على البورك. هنايا البورك بس ما ينشفش معاك كما قلت لكم، وي بس ويبدا يتفتت لك، احكمي فيلم اليمونتير وايسيي باش تفيلمي كامل هذاك البورك بهذا الشكل. ايسيي باش ما تخليلوش الهواء، دور عليه هذاك الفيلم اليمونتير صاير داير كيما نقولوا، وحاولي باش يكون يتوشي كامل حبات البورك بهذا الشكل. تضمني باللي البورك تاعك مش راح ينشف لك ومش راح يتفتت معك، وراح يبقى لك مده طويله اون ديغي كان مبلع في الساشي تاعو بهذا الشكل. راح كما قلت لكم يبقى لكم البورك محافظ على شكله ويبقى جديد ويبقى ما يوليناش ناشف ويتفتت. هذه هي التدبيره تاع نهار اليوم فيما يخص البورك. انا يا بعد اللي فيلميتو بالفيلم اليمونتير راح نديرو في الساشي تاعو، ردو للساشي ونديرو في الفريجيدر عادي، موش راح يقيسو البرد وموش راح يتوشى ويضربو الهواء. انا نكمل ونديرو في الفريجيدر عادي، وراح نشوفو الشكل النهائي تاع البورك اللي كنا خدمناه اليوم. كيما قلت لكم بزوج حشوات، حشوه بالصدر تاع الدانت اشي، والحشوه الثانيه كنت درناها بالطون تاع طوماطيش. المهم هذا هو الشكل النهائي تاع البورك تاعنا تاع نهار اليوم، وكنت زينته. انا كنت درت شويه فرماج بلون في السطح تاع البورك ودرت عليه فرماج رابي وزينته بالزيتون، هذاك البورك اللي كنت خدمته بالدانداشي. وهذا تاع الطون كنت درت له فرماج بلون وزدت عليه فرماج رابي ودرت الطون تاع الزيت من الفوق، وكنت زينته بطوماط سوغيس سلطه او القارص، وراح تجي فيه قرمشه بزاف هايله ويجي شباب. وكان نصيحه ننصحكم كي تخدموا البورك وتطيبوه وتكملوه ايسيو باش تخلوه للهواء باش ما اونك تغطيه ولا راح يندي معاك، باش يقعد محافظنا على ديك القرمشه. وحبيتكم تشوفوا معايا كي نديروه في الفوغ يجي محمر عادي ويجي ناشف من الزيت، يجي بزاف شباب وهايل. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. صحه فطوركم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق. تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.